السلام عليكم، مرحبا بكم عند جنات. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم طبق ديال اللحم بالبرقوق. طريقه مبسطه وسريعه وسهله في التحضير. كتجي مرقه خاطره وبنينه ومعسله. نتمنى يعجبكم وتشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم اي جديد. يلا ندوزو الطريقه. باش نحتاجو نطيبو اللحم بالبرقوق كنحتاجو كمية اللحم على حسب أفراد العائلة. بعد ما غسلناه وسقطرناه كنحتاجو قرطة ديال الربيع مخلط قزبر ومعدنوس. كنحتاجو ثلاثة الفصوص تاع الثوم محكوكين. كنحتاج نص كاس تاع الزيت مخلط عادية وزيت العود. كنحتاج بصلة كبيرة مشلضة. كنحتاج الملحة على حسب الذوق. كنحتاج معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال السكنجبير، نص معلقة ديال السمن البلدي، جوج عواد تاع القرفة، معلقة كبيرة ديال الخرقوم البلدي. وكنحتاجو البرقوق حتى هو غنعسلوه. يلا ندوزو نحطو في الطنجرة. نبداو على بركة الله. كناخدو الزيت، كنديرو التومة، كنديرو السمن، كنديرو الخرقوم البلدي، الملحة، البزار، سكينجبير، كنخلطو وهاد العواد تاع القرفة ترميهم حتى نبغيو نقليو اللحم عاد باش نرميوهم. نخلطو مزيان، ندوزو نقطعو الربيع. ندوزو نقطعو الربيع رقيق. ديما كنقطعوه كنديرو هادي هكا باش ما نضربوش صبعنا. ديما كنخرجو هادي. بالنسبه للمبتدئات تبغى تقرا الربيع ما ديرش هك، دير هك. ديما هادي كتكون حابسانا. دابا ملي قطعناه غادي نزيدو على الخليط. حنا دابا غنخلطو ونرقدو فيه اللحم. نستعمل اليدية انا كندير في هذا المول حيت كيجمع ليا التخليطه ما كيخليهاش تشتت ليا وكيجمع ليا اللحم يرقد مزيان فيه. كنستعملو ديما انايا بحال هكا ملي نبغي نخلط شي حاجة كينفعني. كنستمرو بحال هكا حتى نكملو كامل. خليه يشرب شوية واحد نص ساعة. الربيع واخا قطعته بحال هكا غليظ راه ما كيبقاش يبان مع الطياب. داكشي ما كيبقى يبان والو، ما كيبقى يبان حتى حاجه. ها هو دابا بعد ما نخليه نص ساعه وندوزو نشحروا البصله. نجيبو الكوكور نحطوه على النار، ندير واحد شويه الزيت حيت حنا ديجا دايرين الزيت في اللحم. واحد شويه عا باش نقليو بيه البصله، عا شويه باش نحط الخليط يتقلب نيشان مزيان تما. هيا البصلة، خليه عاد تشحر شويه ونحط اللحم يتقلى معاه عشويه تشد راسه و
غنحط اللحم، نجهد النار بعد ما دازت لينا ربع ساعه، عفاش درت البصله تلقى شويه الماء ديالها، ونحط اللحم. انا غادي نحط اللحم يتقلى معاه. بسم الله، لدينا المغسولين، لدينا المغسولين بجابيل وتسيد. هادشي باش كتنفع هاد المول، كيبقى العطريه مجموعه كديري فيها. وعندي واحد نص كاس ديال الخرقوم، الزعفران رقدته من قبل كاع ما قلتها لكم، غنديرو عواد، عواد ديال القرفة، نخليه يتقلى، نخليه يتقلى مزيان، وعبش نرويه بالماء سخون. حنا دابا كيتقلى لنا مزيان، حتى يتقلى لنا مزيان، شحر لنا ديك البصيله مع باش نرويو. سرت عاد اللحم هو التقلية، يتقلى لنا مزيان باش يشرب العطريه مزيان، ونخليه حتى يتقلى على خاطر. نحركو حتى يتقلى لنا مزيان، وانا كنقلي فيه في ريحه السمن طالعه، السمن البلدي رائع جدا. هذا مصاوبينه على يدينا، صاوبه الوالده، ان شاء الله ندير لكم حلقه خاصه ليه ان شاء الله، ملي يوجد الزبده البلديه هو اللي غنصاوب بها السمن ان شاء الله. بقينا حيين، خليه دابا يتقلى. انا كنحركو دابا يتقلى مزيان عباش نرويو. او بعد ما تقلى علينا مزيان حنا غنرويو. كنكبو، ما نكبوش على اللحم، كنكبو على جنبه. صافي حنا دابا هذا هو القياس اللي غيطيب لينا، ونسدو عليه نخليه يطيب نص ساعه. ندوزو دابا نوجدو البرقوق. ناخذ البرقوق بعد ما غسلناه ورقدناه في الماء، ناخذ البرقوق، ناخذ العواد تاع القرفه ثلاثه، كاين اللي كيدير القرفه غبره يديرها. نديرو السنيده هذا جوج، كندير واحد القبصه ديال الملح، وكندير ليه الماء ونخليه يطيب يتعسل على خاطر. بسم الله، دابا
غنسد عليه وغادي نخليه نحطه فوق النار ونخليه حتى يتعسل على خاطر. ها هو بعد ما غلى لينا شويه انا غندير فيه الزبده ونرجع نسد عليه ونخليه حتى يتعسل على خاطر. لينا وحنا غنحطو نحطو على شويه نزلو شويه بسم الله. غدانا حلال كنحطوه ديما مع الظهر. هاد المرقة عادية مريقسة طبيعية. حنا غنحطو دابا البرقوق. وبالصحة والراحة.